بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلامذة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، في التمارين التركيبية المتنعم اليوم 22 أبريل 2020 26 شعبان 1441 والمتعلقة بالنص حفظ الأغذية المتوج بكتاب المدرسي صفحة 219. لا بأس تلامذتي أن نذكر ببعض الظواهر المدروسة قبل أن نشرع في تصحيح هذه التمارين. الفعل اللازم هو الذي يلزم فاعله ولا يتعداه، أي لا يحتاج إلى مفعول به. أما الفعل المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول به واحد أو أكثر. المبني المعلوم هو ما ذكر فاعله، أما المبني للمجهول هو ما حذف فاعله وناب عنه المفعول به. أما النواسخ هي التي تنسخ بمعنى تغير حال الجملة، حال المبتدأ والخبر. منها رأينا الفعلية والحرفية. الفعلية كان، صار، أمسى، ظل، بات إلى غير ذلك، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، تنصب الخبر ويسمى خبرها. بخلاف النواسخ الحرفية تدخل أيضا على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. ورأينا أيضا أحوال الخبر، أن الخبر يأتي مفرد، يأتي جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. أما المفعول المطلق قلنا هو مصدر منصوب مشتق من الفعل، يأتي إما لتأكيد الفعل أو بيان نوعه أو عدده. والمفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب وقوع الفعل ويأتي جوابا عن سؤال لماذا. تلامذة الأعزاء، تابعوا معي النص المتواجد بالصفحة قلنا 219. حفظ الأغذية. إن الأغذية نباتية كانت أو حيوانية معرضة للفساد بفعل الكثير من الجراثيم، ولم يقف العلم مكتوف اليدين أمام هذا الهجوم الكاسح من الجراثيم، بل لقد توصل إلى طرق كثيرة لمنعها والحد من أضرارها. وتختلف الطرق المتبعة للوقاية حسب نوع الغذاء المراد حمايته، وحسب الغرض من استعماله، وحسب درجة تلوث الغذاء بالجراثيم ونوع ذلك التلوث. وكثيرا ما يتبع أكثر من وسيلة أو تتبع أكثر من وسيلة لحفظ الغذاء بعيدا عن متناول الجراثيم كلها أو بعضها، ولإيقاف نشاط ما تمكن منها من غذائنا. وتعتمد طرق حماية الغذاء على عاملين أساسيين، أولهما يعتمد على قتل الجراثيم الملوثة للغذاء أو الإقلال منها أو منع وصول جراثيم جديدة إليه، ومن ذلك تعقيم المواد الغذائية بتعرضها لدرجات حرارية مرتفعة تقتل الجراثيم ولا تضر بالغذاء، أو إيقاف تلك الجراثيم أو إضافة بعض الكيماويات إلى الأغذية بغرض قتل ما بها من جراثيم. ويعتمد ثاني هذين العاملين على حفظ الأغذية بطريقة تلائم النشاط الجرثومي كما هو الأمر في حالات الحفظ تحت درجات الحرارية منخفضة، أو بتقليل كمية الماء في الغذاء، أي بالتجفيف كتجفيف الأسماك وبعض ثمار الفاكهة، أو بزيادة تركيز الأملاح كما في صناعة المخللات وتمليح الأسماك. ومع دخولنا عصر الذرة اتجه الكثير من الأبحاث إلى الانتفاع بالاكتشافات الذرية الجديدة في نواحي الحياة المختلفة، ومن ذلك استخدام الأشعة في تعقيم المواد الغذائية مما بها من جراثيم. تلامذة الأعزاء، بعد قراءتنا للنص نحاول شرح الكلمات. الكاسح، الجارف أو الشامل. الوقاية، تابعوا معي. الوقاية الحماية، تعقيم، تطهير. إذن ملء الجدول بما يناسب من النص. إذن جملة بها ناسخ حرفي، اسمه، خبره. إن الأغذية معرضة، ناسخ حرفي إن، اسمه الأغذية، خبره معرضة. السؤال رقم 3، كانت الأغذية معرضة للفساد بعدما أدخلنا عليها ناسخا فعليا. سؤال رقم 4،
نستخرج من النص الأفعال اللازمة والمتعدية. أفعال لازمة: يقف، توصل، تختلف، تعتمد، تضر، اتجه. أفعال متعدية: تقتل، تلائم. تحويل الأفعال من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول: يعالج الطبيب المريضة، يعالج المريض. قرأ التلميذ الكتاب، قرأ الكتاب. سلم ساعي البريد الطرد، سلم الطرد. أنقذ معلم السباحة الغريقة، أنقذ الغريق. نظم الشاعر قصيدة، نظمت قصيدة، نظمت قصيدة. ركب جملتين تتضمن كل واحدة ناسخا حرفيا. نعم حال الخبر: إن الجو مشمس. إذا الخبر هنا مفرد. ليت الله يرفع عنا هذا البلاء. خبر جملة فعلية. ركب جملتين تشتملان على ناسخين نعم فعليين: ظل البحر هادئا، خبر مفرد. بات المريض يئن، خبر جملة فعلية. ملء الجدول: يعتني المتعلم بكتبه اعتناء. إذا اعتناء مفعول مطلق. أذهب إلى الشاطئ طلبا للاستجمام، طلبا مفعول لأجله. نصحني الطبيب نصيحتين ثمينتين مفعول لأجله مبين لعدد الفعل. زرت مراكش زيارتين رغبة في تعرف مآثرها، مفعول مطلق زيارتين مبين لعدد الفعل نعم ورغبة مفعول لأجله. السؤال رقم 9: أعرب، أتقن عملك إتقانا. أتقن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتير تقديره أنت. عملك مفعول به منصوب وهو مضاف كاف الخطاب مضاف إليه. إتقانا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن بهذا نكون تلاميذ الأعزاء قد قمنا بتصحيح التمارين التركيبية للنص حفظ الأغذية. ملحوظة تلامذتي، أدعوكم إلى إنجاز التمارين 1 2 3 4 5 صفحة 221 المتعلقة بالصرف والتحويل لنصححها معا يوم 23 أبريل. تلامذتي الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حماية الله ورعاية الله وحفظه. نأمل جميعا من الله جلت قدرته أن يرفع عنا هذا البلاء ويزال عنا الحجر الصحي ونعود سالمين إلى أقسامنا عاجلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.